طب لو احنا اتكلمنا وقارنا شوية لو تسمح يعني، ومنتهى الصراحة يعني قارن لي كده بين، مش هقول بس منتخب، بين اللعيبة بتوعنا وبعضها، يعني بتشوف مين لحد دلوقتي الأفضل في منتخب مصر، مش مهم في الأهلي، في منتخب مصر لاعب الأفضل حاليا، ومين من وجهة نظرك برضو كابتن شريف بصراحة ليس الأفضل وكان متوقع منه أفضل من كده؟ أنا ده المنتخب بتاع طوكيو بتاع شوقي غريب ده، أنا كنت شايف إن إحنا لازم نهتم بيه جميعا، يعني كل اللعيبة اللي كانت موجودة دي لازم يحصل عليهم تسليط الضوء والتركيز عليهم ونديهم كتير جدا. الفرقة دي أنا خلاص يعني بعد ما الخبرات حصلت أنا شايف إن الأولاد اللي بيجروا في الملعب كتير الكرة بجيلهم كتير قوي في رجليهم ويقدروا ينفذوا، زي ماتش الجزائر، الجزائر وقعت منك انك واقف على رجليك في الملعب، واقف على رجليك يعني مش واحد عنده 36 سنه وواحد عنده 38 سنه وواحد عنده 34 سنه و نجم وعنده كوره وكل حاجه، بس مش قد بتوع العامل البدني، مش قد العامل البدني بتاع الجزائر، ولا قد تصرفات الجزائر، ولا قد فرقه زي الجزائر. الجزائر عنده مستوى تاني تحفه يعني، واقفين على رجليهم كويس قوي وعايزين يلعبوا عايزين يثبتوا كل حاجه. فالمغرب نفس الشيء. ما جاوبتنيش على ايه سؤالي؟ ما انا لسه جاي لك. عشان لا انا جاوبت بس انت، انا جاوبت بس الجواب ما عجبكيش. انا لا والله ما جاوبتش حاجه. الفرقه بتاعه شوقي غريب دي، لا انا بتكلم دلوقتي اديني اسم، انا عايزه اسم. هو رمضان صبحي راح فين؟ ناس كتير سالت السؤال ده. ده سؤال كويس قوي. ناس كتير سالت السؤال ده. ده اللي انت نص السؤال اللي انت قلتيه. طيب ولعيب كان المفروض يبقى موجود ومش موجود، تمام، راح فين؟ بيفكر ازاي؟ ازاي مش في بؤره الضوء قدام ال غريبه فعلا، فعلا غريبه. لعيب في الحته دي بيعرف يوصلك في ثانيه طبعا، انك ويهجم على اي ديفنس ويهز اي دفاع، فلازم يبقى من احد اللعيبه اللي انت بتساليني عنها يعني. حسام حسن بتاعنا اللي احنا جايبينه من سموحه لازم يشتغل جامد قوي على نفسه، يعني ده في الحته دي خطر جدا اللعيب ده. وبعدين اديك شايف مروان ما عندكش حته انت تبينها، خليك في المنطقه دي برضو جنب مروان وجنب محمد مصطفى محمد هو المفروض انه عندي. انا شايف كوكا ومروان حمدي كوبي، يعني كوبي بيس شخصيه واحده قدامي، انت فهمتني؟ طب ما انت يا حسام ما تفكر في موسيماني يحطك على طول، ما هو التاني مش هياخد الا ما ده يلعب صح طبعا، فاجبر اللي قدامك. فانا لو هقعد اعدلك اللعيبه اللي موجوده في مصر انها تبقى موجوده في المنتخبات، هو بيرجع للاعب نفسه صح، الراجل وعمل عليه بقى نافذه على على الدوري وبياخد ناس احنا ما بنسمعش عنها. الراجل جاب جول امبارح ده، انا عارف انه كان ابننا في الاهلي وراح ورجع، بس ان انا اشوفه بيخش جول 18 وبيعمل وبيشاغب وبتعمل ببدايه جيده جدا يعني طبعا. عايزين اللعيبه كلها تبقى كده يعني، ده يعني لا رد حلو على فكره بجد، رد كويس جدا. بس انا قلت لك برضه الفرقه بتاعت شوقي غريب دي هم بيلعبوا هم الخمسه ورا بالاضافه لفتوح اللي احنا كنا